أنا في حياتي ما مر بي حديث جامع للأجر مثل هذا الحديث اللي نقول لكم الحين، وسهل جدا، وكل أسبوع تسوي. إذا كان يوم الجمعة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ولم يفرق بين اثنين واستمع للإمام ولم يلغو كتب الله له بكل خطوة يخطوها عمل سنة ومحى عنه سيئات سنة، والثالثة رفعه بكل خطوة درجة في الجنة. شوف، عمل سنة صيام وقيام، خطوة واحدة. وكم خطوة بينك وبين المسجد؟ ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، خصها، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هنالك فضل لله قبل الصلاة في الآخرة، وهنالك فضل لله بعد الصلاة في الدنيا. فمن داوم على هذا الحديث، هذا الحديث يقتضي واحد يصير متزوج، لأنه للمتزوجين، واحدة من الوعود خاصة بالمتزوجين. ما هي؟ غسل واغتسل. طيب، ممكن النساء يعترضوا، يقول: طيب حنا النساء الحريم ما تجب علينا الجمعة، والأجر هذا رايح علينا، ليش ما يكون عندنا مثله؟ أبشركم، جاءت امرأة اسمها الشهباء بنت معاذ، أخت سعد بن معاذ سيد الأوس. الشهباء هذه بنت معاذ جاءت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، نحن معاشر النساء قواعد في بيوت الرجال، نطبخ لهم طعامهم ونخيط لهم ثيابهم ونحمل ونلد ونرضع لكم أبناءكم، والرجال يا رسول الله يأتونك ويحضرون الجمعة والجماعة ويخرجون في الجهاد في سبيل الله، فهل لنا معاشر النساء من أجور الرجال من شيء؟ هذا سؤالها. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وابتسم وقال لها: ما من امرأة تخلف زوجها في بيته بخير إلا وكان لها من الأجر مثل ما له. معنى المرأة اللي صحت زوجها قالت تروح صلي الجمعة، كل خطوة ينكتب لها هي كمان عمل سنة، وكل خطوة يمتحى عنها هي عمل سنة، وكل خطوة بعد ذلك ترفع هي معه درجة، لأن كل عمله مكتوب ميزان حسنات زوجته. لذلك النساء يجدون العمل، عملهم هم لهم وعمل أزواجهم لهم مثله، بخلاف الرجل ليس له عمل زوجته إلا إذا أمرها به فأطاعته فيكتب له، أما إذا هي عملت من نفسها عملها لها، أما عمله إذا هي أخلفته في بيته فهو لها، مكتوب لها مثله. وقد جمع الإمام السيوطي في كتاب من يؤتى أجره مرتين، فذكر منهم المرأة الصالحة الزوجة تأخذ أجرها وأجر زوجها وأجر ابنائها، كل شيء ما أخذت. لذلك المرأة الصالحة لها شأن عظيم. أيضا من الأجور العظيمة التي يغفل عنها ويستبعد، مفروض ميدان سباق بين الناس، أسماء الله الحسنى. بعض الناس ما يتفنن في الدعاء بأسماء الله، والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، وأسماء الله على حوائجكم. أتحدى واحد يقول لي اسم ما في حاجة للبشر، صح ولا لا؟ كل أسماء الله مفصلة على حوائج الإنسان. الغفور يغفر لك، الرحيم يرحمك، الكريم يكرمك، الحي يحييك، القيوم يقوم على أمورك وشؤونك. بعض الناس أسماء الله ما له فيها، لكن أهل السبق يأخذون أسماء الله اسما اسما ويجعلون قبل كل اسم من أسمائه توحيده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت،
والقرآن أشار لذلك في خواتم سورة الحشر، فقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وقال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لذلك الله عز وجل أسماؤه كلها حسنى وكلها عظمى، لكن قد يجعل في اسم من أسمائه سر لمن دعاه به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتسمع لدعاء بعض الصحابة ويقول: لقد سأل هذا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. عائشة قالت: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الجليل، بأنك أنت الله الأجليل الأجل العظيم الأعظم الكبير المتعال. قال: لقد سألت الله باسمه الأعظم. واحد من الصحابة مد يديه قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سأل هذا الله باسمه الأعظم. أنا بعطيكم الليلة فائدة. اسم الله الأعظم هو كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، خذوها مني. أنا تتبعت جميع الأحاديث الواردة في اسم الله الأعظم فوجدتها جميعها فيها لا إله إلا أنت، وهذا الذي اتفقت عليه. ثم بقية الأسماء بعد ذلك هي توجيه الأسماء للحاجة. فمثلا إذا أنت تريد الغناء، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله، بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الغني المغني مالك الملك ذا الجلال والإكرام أن تعطيني. تريد العلم، أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت العليم الحكيم عالم الغيب والشهادة أن تعلمني. لكن يبقى عندك لا إله إلا أنت قبل كل دعاء، وهذا ما علمنا الله في قصة يونس بن متى. نادى في الظلمات إيش قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، فعلم أنه لا إله إلا الله. وبعدها واستغفر لذنبك، الاستغفار دعاء بعد قوله فعلم أنه لا إله إلا الله.